ماك نزلوا لاين كامل سكين كير، طبعا وايد متحمسة. قبل الميك اب بحط السكين كير من اللاين مالهم. اللاين اسمه هايبر ريل، بتشوفوني الحين استخدمه، ارطب بشرتي اول شيء وبعدين ابدا بالميك اب. اول شيء قاعد احط السيروم، هذا السيروم ينحط قبل المرطب، قبل اي شيء تبدون بالسيروم وبعدين تحطون فوق المرطب اللي هو هذا، يرطب لكم البشره ويخلي الميك اب اصلا جميل وقطعه واحده على الوجه.